صباح النور البنات، كصبحتوا كل شيء مزيان. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المحل جديد اللي فتحوا ولد لوسي فتح هذا المحل. نتمنى من ربي الله يوفقه، الله يعاونه في مشروعه ان شاء الله باذن الله. وصافي جينا هذا الصباح ندير دويره في المحل، نشوف كيف داير. صراحه عجبني المحل البنات، هنا دابا الشمس ما مبيناش هادشي واضح. دار فيه داكشي ديال الماكله وداير فيه بحال هكا. البنات عجبوني هادو، زوينين. 5 دراهم فيهم 3، الصغير والمويان والكبير، المبرد ديال الاطفال. دار هكا كلشي، خلط شويه شويه من هنايا الادوات ديال المدرسه، هذا داكشي ديال الماكله. المهم داكشي زويون. المحل جاف هنا هاد البلاصه ديال هكا الادوات المدرسيه. المحل جاف تجهيزات بيت المستقبل، يعني محل كبير وزويون. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. صراحة رائع تنظيم كل حاجة في بلاصتها، والله العظيم عجبني هادشي. كل حاجة داير ليها بلاصتها، بلاصت لي كوش هاكا بوحدها، بلاصت المواد ديال التنظيف بوحدها، بلاصت الجهة ديال الماكلة بوحدها. عجبني التنظيم اللي دار صراحة، رائع والله. حتى هاد الديكور ديال العود باش بتصاوب هادشي ديال المواد الغذائية ديال هادشي القطاني وهذا، رائع. مبقيتش غير كندور وكنعاود ندور، كندور في المحل ونعاود ندور. عجبني داكشي. شوفو هاد الأشكال، الأنويعات ديال الكونفيتير حداهم. عاوتاني المهم داكشي واعر، دار يعني داكشي كل حاجة في بلاصتها، كل حاجة مرتبة على حقها وطريقها. بلاصت شوكولا بوحدها، بلاصت الفرماج بوحدها. مهم تنظيم رائع. وحتى الورد اللي حط في لاكيس، واحد الورد الله يعمرها، دار دريش بزاف درويش، عرفتي والله الا. مهم حتى انا فرحانة ما عرفتش باش نعبر لكم على الفرحة ديالي بهذا المحل. مهم داكشي النظام، صراحة عجبني فيه النظام والنقاء، كل حاجة متسولة في بلاصتها. المهم هنا هاكا داير داكشي ديال الدراري، المهم بيمويات. هو الصراحة ماشي عادي للدراري، حنا الكبار كيعجبنا. هاد الجهة الفوقانية هاكا خاصة غير بالطون على الشكل والنوع. هاد ديال المطيشة، ديال الزيت، هلا ديال هادا طريفات هاكا كبار. صراحة محل رائع، جف جزيرة سميتو بيت المستقبل، يعني مكان ديال هاد البلاصة اللي دار فيها جاه المحل تما واعر. البيت داير فيه، المهم دابا مع المحل جديد داكشي كلشي داير فيه التخفيض، كلشي ناقص الأثمنة. نتمنى الله يوفقو ويعاونو وليداتو واقفين على المحل. قلت لهم خذوا الحرفه قلت لهم خصكم من الصغر تعلموا البيع والشراء باش تطلعوا قاصحين. هنا عاوتاني بلاصه الشكل ديال الزبده، هنا الشكل ديال الشوكولا، يعني عجبني النظام اللي دار، عجبني التقاليد والنظام اللي دار، شي حاجه زوينه. كندور عاوتاني وكنرجع حدا سميتو ونوقف عاوتاني. عجبني. شوفو البنات، هذا بالنسبة اللي كتبغي تاخد لوليداتها، شوف كيف دار هادو في هاد الساشيات صغيورين، جاو غزالين. كاين اللي مكيقدرش ياخد كيلو ديال البيستاج ولا هكا، وليداتو كيبغيو هاد الشي. شوف الطريقة اللي دار بيها هو، حاجة زوينة صراحة. هاد الشكل هاكا ديال البيمو، صراحة واخا عندنا هادشي كله في المحل، ولكن النظام هنايا عجبني. النظام باش منظم كل حاجة في بلاصتها عجباتني.
نشيل الشيبس. الله يحفظه ويحفظ الوليدات ويعاونه ربي، يعني كي قاعد تعجبني بحال هكا الواحد اللي كيكافح وتيدير هكا مشروع يحرص عليه، تيعجبني الصراحة. وكان ندعي له دائما بالتوفيق، أي واحد من لولادنا لولاد الوسيلة كيعجبوني هكا كنشوفهم زايدة للقدام، والله العظيم اللي كيفرح ليهم بحال ولادي. والله العظيم تنفرح بزاف كنشوف شي واحد من ولاد الوسي الواسي كاملين وليداتهم الا داروا شي حاجه بحال انا ولادي ولا انا اللي درتها. تعجبوني هكا مكافحين، تعجبوني كتشوفهم باغيين يجدوا القدام. داكشي كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وكنتمنى ربي يعاونهم ويوقف معاهم. هنايا بلاصه لاكيت هنا بنحط هذاك الشاب اللي حتى هو غدار وظريف. هنا عاوتاني حاطه داكشي ديال المشيشات اللي والكليبات اللي كيربي هكا شي مشيشه ولا هذا. الله يلا دار ليه الماكله ديالهم ديال الكليبات وديال المشيشات. الله يلا زوينين، حيت بزاف دابا ديال الوليدات كيبغيو يربيو مشيشات، لا وليدات لا بنيات. حتى ولدي انا راه باغي يدير مشى. المهم دار ليهم حتى هما الماكله ديالهم، كل حاجه في بلاصتها الصراحه. هذه الثلاجه على برا، المهم داكشي زويون رائع 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 بزاف. ايوا صافي، شوفوا المحل كيف جا داير هنايا، هاو كيبان من البعد. دابا هادو هو الحي اللي دار فيه. يلا طالعين الديور، يلا داكشي جديد. صراحة هاد بيت المستقبل غزال صراحة زويون، طالعين فيه الدور زويونين زويون. ايوا صافي انا جيت دابا للدار. المهم ضروري خديت من عنده خاتش كان عندنا في المحل، ولكن ضروري خديت الباروك. خديت كاسير، خديت هاد لدان مدخن، خديت هاد البيمو هو اللي غندير به دابا اليوم هذا الحلوى ديال الحفلة ديال ولاد اختي. صراحة زويون البنات، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم زوينين اللي كيفرحوني. وشكرا بزاف على المشاهدة ديالكم، ويلا نهاركم مبروك.